أقر مجلس النواب بشكل نهائي قانون إنشاء المجلس الأعلى لمواجهة الإرهاب والتطرف. يهدف المجلس الجديد إلى حشد طاقات المؤسسية والمجتمعية للحد من مسببات الإرهاب ومعالجة آثاره والعمل على وضع استراتيجية وطنية شاملة لمواجهة الإرهاب والتطرف داخليا وخارجيا كل 5 سنوات. يتشكل المجلس من رئيس الجمهورية وعضويات رئيس مجلس النواب ورئيس مجلس الوزراء وشيخ الأزهر وبابا الأقباط الأرثوذكس ووزراء الدفاع والداخلية والخارجية ورئيس جهاز المخابرات العامة وشخصيات عامة.